مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في يوم مميز ويوم جميل في أجمل حلقات من حلقات برنامج شباب المحروسة. أحلى الليالي ليالي العيد، كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية كلها بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. النهاردة يومي يوم مميز، ضيوف مميزين، ضيفة عزيزة على قلبي حابة أقول فيها كلام كتير، مهما قلت ومهما وصفت أنا مش هديها الوصف اللي هي تستحقه. طبعا هتكون إن شاء الله بإذن الله، ودي المفاجأة اللي أنا كنت حابة أقولها لكم، هتكون شريكة ليا إن شاء الله في النجاح وشريكة في البرنامج، المعلمة عسلية. المعلمة عسلية نموذج مشرف جدا بجد، اتعلمت منها حاجات كتير، شخصية تقمصت عدة الشخصيات وكان لها دور مميز في الحياة. أولا هي أم، هي إنسانة، هي سند ورفيقة في الحياة نقدر نتسند عليها بعد ربنا سبحانه وتعالى. المعلمة عسلية كان من أهم شخصياتها وأدوارها، كنت بتعجب دايما عليها إن أنا دايما بشوفها بجد معلمة وسط المجتمع اللي احنا شايفينه، مجتمع بحر غويط من الشخصيات وال يعني مع اختلاف الأدوار من شخصيات، شفت فيها شخصية مميزة جدا. دايما كانت بتلبس لبس رجال، يعني عباية رجال، أنا لما كنت بشوفها كنت بتعجب عليها، وكنت دايما بسأل نفسي سؤال، هي ليه شخصية مميزة وحابة تكون الشخصية دي رغم إن هي سيدة مصرية بسيطة جدا، دورها جميل جدا، دور الإنسانة اللي بتحب عمل الخير. طبعا بحييكي ومبسوطة وفرحانة إن أنت النهاردة أول يوم شراكة في النجاح إن شاء الله. حبيبتي يا أستاذة سهام، طبعا أنا الشرف ليا وأنا فرحانة بيكي ومبسوطة قوي اللي أنا في البرنامج بتاعك الجميل دوت، ويجعله برنامج جميل بإذن الله ويوم جميل يوم العيد. أمين. طبعا اللي احنا نشوف مشاهدينا الجمال كلهم، وانت ست مكافحة وربة عيالها ونموذج جميل قوي قوي. أنا متبسط قوي قوي، بفرح بأي حد لما بيكلمني بيقولي أنا بتعلم منك. الحمد لله، فأنا شيء اللي أنا بفرح بيه بيسعدني، حتى لو أنا تعبانة أنا بقوم طبعا، وبقول لكل العالم كل سنة وانتم طيبين وتقعد عليكم السنة بخير، وانت حد جدع قوي قوي وانسانة قوي قوي ورقيقة قوي قوي، والدنيا جميلة وربنا يوفقك بإذن الله، وانا فخورة بيكي حبيبتي، وبمسي على العالم كله طبعا، وبمسي على العالم كله بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وفرحانة ومبسوطة قوي النهاردة لأن أنا شايفة ولاد أخويا أستاذنا الجميل شعبان عبد الرحيم اللي خلف ما ماتش، معايا استاذ عصام شعبان عبد الرحيم النهارده يا جماعه جايبينه في الحلقه اهوت، عشان هو يوم العيد الناس تفرح معانا ونفرح معاه، ونقول برضو اللي خلف ما ماتش ابدا وربنا يخليك يا رب. الله كل سنه وانت طيب. وبنقول معانا استاذ مصطفى اديب شو يا جماعه، الضحكه الحلوه كل الجمال، معايا امورتنا جنى طبعا بتلعب يا جماعة باليه جميلة، موهبة جميلة، وانتوا عارفين اللي احنا بنقدم المواهب كلها، بنطلع كل حاجة وكل المواهب بنطلعها. ومعانا شعبولة الصغير يا جماعة، شعبولة شعبان عبد الرحيم، عصام شعبان عبد الرحيم، يعني السلالة موجودة واللي خلف ما ماتش وربنا يخليهم يا رب. وبنقول له أستاذة سما طبعا النهارده مبسوطه بوجودكم معايا، مبسوطه طبعا بوجود قيمه وقامه، طبعا ابن الفنان الكبير شعبان عبد الرحيم، استاذ عصام عبد الرحيم اهلا وسهلا بحضرتك، طبعا ديب شوس مصطفى اللي منورنا ومنور الدنيا كلها بحركاته وكلماته وضحكه وهزاره. عايزين نقول ان النهارده ان شاء الله باذن الله يوم مميز وجميل، فنانتنا الجميله جنى وائل فنانه لاعبه باليه، النهارده لما عرفت ان معانا القامات الجميله ومعانا المعلمه عسليه خصوصا قالت انا عايزه اكون معاكم النهارده. طبعا معانا الجميل شعبان عصام شعبان عبد الرحيم، يعني اللي خلف ما ماتش سلاله فن ان شاء الله. بحييكم جميعا وفرحانه بوجودكم معانا النهارده. النهارده معانا النجم
المتألق عصام شعبان عبد الرحيم يا جماعة، ابن النجم شعبان عبد الرحيم، وقلنا اللي خلف ما ماتش. فاحنا معانا دلوقتي، احنا يوم العيد وقاعدين مع بعضينا ملمومين، وبنقول له ابدأ، عايزين منك الأغنية الجميلة عشان كل مشاهدينا ونتفرج. يلا كل سنة وانتم طيبين جميعا. شغل يا عم الغنوة. نسمع فقرة كده جميلة ولذيذة من أستاذنا بقى الفنان الجميل أستاذ مصطفى الشهير بالديب شو، إيه رأيك؟ جميل طبعا، عايزاه يقلد لي الفنانين إسماعيل ياسين عشان خاطر كل المشاهدين بيحبوا إسماعيل ياسين وإحنا في العيد. أه والنبي يا أختي والنهار، إسماعيل ياسين يا أختي وقف يا عم الحاج، إحنا واقفين أوي في التابور يا عم الحاج عشان نجيب لحمة. واحد يقول لي يا عم أقف هنا أقف هنا، ألاقي واحد كده وقف لي كده وبلتجي يقول لي اقف على جنب، بقول له مين يا عم الحاج؟ قال لي يا ابني شطح مطرح اقف هنا ما تجيش في وسطهم يا ابني. يا عم الحاج يرضيك يا عم شعبان عبد الرحيم، يا عم عصام يرضيك الكلام ده؟ لما انا اقف واشتري لحمه يا عم الحاج الاقي يا عم اسماعيل ياسين ولا يوسف وهبي وكمان الشناوي قاعدين لوحدي ولا لا مرضيش. هو ما رضيش يديك فته ولا العظيم ما رضيش يديك فته يا عم اللم، هو ما ينفعش معاهم الا اللم. اقول لك على حاجه، احنا ممكن ناخد لحمه بلطجه، احنا معانا المعلمه عسليه ومعانا كل بيت صعبين ابراهيم. يا عم الحاج بتتباع عشان ولاد ابو اسماعيل هنا، الناس اللي بتصور دي اغلبيتهم من الايوبيه يا عم الحاج. بالذات الراجل الابيض ده اللي هو اللي هناك ده الغلس ده عمال يضربني في المايكات يا عم الحاج. لما جيت ده الصبح ده بحت اللي حصل يا عم الحاج، انا رحت هناك يا عم الحاج، المعلمه عسليه عزمتني يا عم الحاج عشان تذبح لها هناك، عندها خروف كده يعتبر ذكر ولا مش عارف النتايه، وحسبت ما حسبتنيش. طب انا اعمل ايه بقى يا عم؟ طب والعجل اللي نطحك دوت وجري وراك في الشارع والله العظيم بتاعي انا ذبحته من قبل ما اسلخه يا عم الحاج. ايه ده الكلام ده؟ مش عارف كل سنه طيبين واحنا في العيد ومفيش فتة ولا حاجه. مش هدي يديك طبق فتة يا عم الحاج، ده ابو الكلام كله يا عم الحاج، ده انا بروح هناك ازلب واظبط الدنيا على رايي. بس انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا حبيت اروح عندكم بس لقيت كل الناس يقول هو في طابور يا عم الحاج وكله كله طابور. ما عندناش غير طابور بصراحه. يا باشا بس اقول لك على حاجه، وانا جاي لسه والله العظيم انا جالس على الطابور واقف معاهم الاقي يا عم الحاج مين جالي؟ مين؟ واحد كده ورا بال ومعرفش اسمه كمال الشناوي ولا عم كمال، انت بتعمل ايه؟
انا ماليش دعوه، انا واقف زي زي الناس. يا عم الحاج انت في ايه يا عم الحاج؟ بتقول لك انت بتعمل ايه؟ انت ما تتكلمش، انا ما بحبش اتكلم مع حد، انا اشتري زي زيكم. ايوه عشان كده انت مشيت على طول. اما اسماعيل ياسين ما حبش حد الناس تديله توفيق الدقن. توفيق الدقن انت شوف توفيق الدقن بقى ماله يا عم الحاج؟ توفيق الدقن مش موجود؟ انت ما بتعرفش توفيق الدقن عنده قضيه خلع يا عم الحاج؟ تروح يا عم الحاج مقدمها في ايه؟ ياما وتعالى والنبي ياما. مين توحه دي؟ توحه يا عم، هي مش اسمها توحه ولا ايه؟ لا ما غيروا اسمها ولا ايه؟ قطاطا. شفت قطاطا؟ خيروا يا حول الله يا رب، يا حول العالم يا عم الحاج. يا حبيبي لا يا رب اصلك يا شعبان ان شاء الله على جبل عرفات بتضرب ابني. يا عم الحاج انت ايه؟ انت حتى مش عارف تتكلم. ايه اللي جاب جبل عرفات يا عم الحاج؟ انت ما بيبليش الراجل ده كده ان شاء الله هيقف كده على جبل عرفات ويدعي لنا كده دعوتين حلوين، وفي البرنامج اللذيذ المعلمه عسليه اللي بتحب كل الناس كلها، وطبعا احفاد شعبان عبد الرحيم يا عم الحاج. الراجل اللي هو جاي ساكت يا عم الحاج، انت جاي غصب عنه ولا ايه يا عم الحاج؟ ده شعبه ولا ده الصغير؟ ولا لا ولا ولا البي يا عم الحاج عماله تتشقلب كده تحس بتلعب باليه. لا بهيبه ايه؟ يا اخواتي عليك ايه؟ انا كل ما ابص عليكم انت عامله سبلايز او ليه دي؟ سبلايز اند مورنينج. وطبعا ايه العالميه كبيره سام. اقول لك العاكي يحفظك. ايه انا سعيد ان انا طالع طبعا، بس قالوا لنا بعد اللي بعد اللايف ان شاء الله في فتي، بس بيقول لك فيها لحمه حاجه حمراء. الكلام ده حقيقي؟ لا. ايوه. ايه لا ايه الكلام اسود اللحمه؟ انت ايه رايك يا باشي؟ هو عيد لحمه اصلا؟ عيد هو عيد لحمه اكيد طبعا. انا اكلت لحمه كتير. خلاص كده يعني استكفيت؟ استكفيت وشكرا ليكم بجد. جميل جميل و... جدا. كل سنه طيبين ويا رب سنه سعيده يا رب. وطبعا انا شرفني ان انا بين القامات اختي حبيبتي معلمه عسليه الاعلاميه الكبيره سهام، وطبعا اخويا واللي بيشرف اي حد كل بيت شعبنا عبد الرحيم طبعا الاستاذ عصام، وطبعا او اللي خلف ما ماتش زي ما بيقولوا. طب احنا عايزين برضو نسمع حاجه من شعبولا الصغير. اتفضل. اوتر السجاير. يلا. مش لازم الموسيقى. يلا. اوتر السجاير. ابطل السجاير اكون انسان جديد. ابطل السجاير اكون انسان جديد. ومن اول يناير خلاص اشيل حديد. إيه. ومن اول يناير خلاص هشيل حديد، خلاص هشيل حديد. شوف لي بنت حلوة اطلبها للجواز، شوف لي بنت حلوة اطلبها للجواز، عليها العفش كله وعليا انا الازاز. ايه خش معايا. وعليها العفش كله وعليا انا الازاز. بس خلاص. حلو جميل جميل قوي، وربنا يوفقك ويليك مستقبل حلوة تبقى زي العسل. بس يعني ايه بابا الاساس اكيد طبعا يعني، بس هو بنحاول يعني ايه كل واحد عنده موهبه لازم ننميها. واللي احنا نظهرها للعالم كله، زي مثلا ما بيجي لي مواهب كتيره، فاحنا عندي في الجمعيه عاملين بيجي لي مواهب جميله جدا. طبعا. وبيجي لي هنعمل فريق كوره برضو جميل، نخش بيه المنتخب باذن الله. معاك معايا مستر مصطفى. وشوف بيدخلوا لنا المداخله. طيب عايزه اقول لك حاجه كده حلوه وجميله. اولا قبل اي مداخله، النهارده لفت انتباهي كده حاجه كده ستايل كده رائع، يعني هو فعلا يعني بجد رائع. شملتي فيه ما بين اتنين راجل وست، عبايه مصريه، ولكن تحظى ما بين شخصين، شخصيه راجل وسيده مصريه برضو. حتى النهارده يعني ابهرتيني. قولي لي بقى ايه الشغل والستايل الجميل ده؟ الستايل دوت انا بحبه، ده رجالي برضه على فكره. اللي مصممها لي اشرف فجله، استاذ اشرف فجله اللي بيصمم للفنانين كلهم. جميل. وبيصمم للاستاذ عصام شعبان عبد الرحيم وخميس والحاج شعبان عبد الرحيم، وفناس كتير قوي بيصمم لها. ممتاز. هو اللي صمم لي العبايه لان هو عارف انا بلبس رجالي. وليه كان اختيارك النهارده العبايه دي يعني شخصيا؟ وانا بحب اللون ده فكره. كل يعني عليات هدومي اللون الاوفيه ده انا بحبه.
بس تحس ان انتوا الاثنين بامانه يعني مظبطين مع بعضيهم. هو ربنا بقى. شفت بقى هو القبول بتاع ربنا وكل حاجه بتاع ربنا والحب عامه بتاع ربنا والقبول بتاع ربنا هي هو ربنا. موضوع الحب ده هو بتاع ربنا ده خلاص عرفناه. انتوا بقى ظابطين اللبس ده مع بعض قبل ما تيجوا؟ والله لا ابدا ورحمه النبي ابدا. فانا بشكر استاذ اشرف فجله طبعا على الهوا اللي صمم لي العبايه الجميله ديت والاستايل الجميل ده بشكره. هي دي مسطره وهو اللي انا اصمم. هي عبايه واحده بس، العسليه واحده بس، لان هو بيصمم لهم هم البدله مش هلبس بدله. فانا بشكره على الهوا طبعا وبشكر العالم كله وبقول للدنيا كلها كل سنه وانتم طيبين وتقعد عليكم السنه بخير. وكل العالم اللي هو بيحبني وبيجي لي من جميع البلدان انا بحبه. واحنا قاعدين مع بعضينا كده يا جماعه قاعده مبسطه وبنتكلم مع بعضينا كاننا ايه احنا قاعدين كده بعد ما اكلنا اللحمه والفته الجميل. لا يعمل حاجه بعد اللايف هناكل اللحمه مش دلوقتي. احنا كنا الصبح كناش لسه احنا لسه كناش طبعا. احنا في العيد ممكن نكون احنا في العيد حتى لو عملنا ايه لا هو احنا في العيد بقى لقطات كده بياخدها وبيضحك علينا وما كانش خلاص بقى. لا احنا انتوا قلتولنا طبعا معانا استاذه سهام الجميله يا جماعه المتالقه الجميله المجاهده الست اللي ربت عيالها برضو. احنا ستاتنا في مش ست الجدعه اللي هي بتقدر تجري وتربي عيالها مش عيب اللي بتحتمل وتقول لا ده ابوهم رماهم ونعمل ونعمل. لا طبعا الست بتحتمل جواها قوه وجواها اراده وجواها كل حاجه حلوه. الست المصريه جواها كل حاجه جميله. و في ستات بيبقى نفسها يا جماعه اللي هي تعيش وما بتلقاش اللي بيعيشها. وفي رجاله برضو بالنسبه انا بالمشاكل اللي بتجيلي بشوف رجاله نفسها برضو اللي هي تعيش وفي حريم ما بتعيش ما بتقدرش تعيش معاها. انا هيثم لا انا بقول بقى ايه معلش بقى يعني كلمه جميله كده ورساء لزوجي رحمه الله عليه يعني هو كان شخصيه ونموذج محترم جدا فعلا كان اب بمعنى الكلمه. لو البني ادم احنا بنقول يموت ابن ادم وياخذ العمل ولكن يبقى الاثر. فانا الحمد لله فضل ومنه من الله عليا سبحانه وتعالى ان انا قدرت الحمد لله اكون قد نفسي وربي اولادي تربيه كويسه جدا. الحمد لله اولادي كلهم في الازهر منهم اللي ختم القران الحمد لله وخطيب وامام مسجد هو في ثانيه جامعه. ده شيء يشرفني وانا بحمد ربنا طبعا. ابوهم كان حد طيب جدا رحمه الله عليه. الله يرحمه. كان حد جميل وكان حد برضه متعلم ويعني نحسبه على خير والله حسيبه احسبه من اهل الجنه ان شاء الله. يا رب يا رب. فالله يرحمه رحمه واسعه وانا في العيد برضو انا يعني بوصل له دي رساله ان ربنا فعلا يرحمه رحمه واسعه. وانا بشكرك على انك انت يعني ذكرتيني وذكرتيه بالخير الحمد لله. وطبعا كل امواتنا كل امواتنا واموات المسلمين. وطبعا هنسمع اغنيه جميله جدا من فناننا الجميل عصام شعبان عبد الرحيم. اتفضل. انا ابن النجم اللي بسيته وصل العالميه. انا نمبر تو عصام شعبله نجم الاغنيه. شعبله وزير الحنيه اللي الناس حبوه. وبقول لحبايبي وعشائي انا نمبر تو. وعرفت انا مين نمبر تو خليكوا عارفين نمبر تو. الورده الفل نمبر تو عصام شعبله نمبر تو. لبسي والوان انا قلد ابويا ورد الشكل ومحدش له فيه
بس خلاص. برافو برافو شكراً. برافو برافو عليك. شكرا شكرا. برافو عليك. ورجعنا لكم تاني طبعا في برنامجنا زي ما احنا لسه مكملين. طبعا النهارده يوم شيق وجميل ولقاء مميز. عايزه اقول لك ان انا في مجالنا النهارده احنا جايين نتكلم بحب وود وكاننا اسره جميله قاعدين طبعاً. مع بعض. طبعا عايزين نقول للفنانين بمناسبه يعني صفعة الألم من الفنان الجميل عمرو دياب للشاب اللي احنا شفناه والكل طبعا بيتكلم عنه. النهاردة دور الفنان لا يقل عن دور إنسانية ودور طبعاً. كله تودد طبعا. هو الفنان النهاردة بيعلى وبيطلع إزاي؟ بجمهوره. أكيد طبعا بجمهور بتاعه طبعا. فاحنا عايزين نغير الفكرة دي. طيب معنا مداخلة الأول. اهلا وسهلا بك يا استاذ احمد. الو الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك. لو سمحت انا كنت حابب اكلم المعلمه عسليه اشكرها بس على الخير اللي هي بتعمله معانا. اتفضل. ازيك يا حاجه؟ ازيك يا احمد عامل ايه؟ الحمد لله. ست الكل انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. انت واسرتك ومراتك وعيالك. الله يخليك يا ست الكل. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا ابو فريد. والله يا حاج انا يعني انا عايز اقول لك يعني ربنا يجازيك خير على اللي انت بتعمليه. وانت من الناس اللي مشرفانا ومشرفانا جوه مصر وبره مصر. وعايز اقول لك برضو ربنا يكرمك ان شاء الله كده بسبب الخير اللي انت عاملاه والمؤسسه الخيريه اللي انت عاملاها. الحمد لله. عايز انت بقى انت وقفت جنبي ازاي وعملت معايا ايه؟ يعني انا حابب اقول الكلام دوت على الهواء عشان الناس كلها تعرف برضو مين المعلمه عسليه. معلمة عسلية دي الست بميت راجل اي حد بيحتاجها هتلاقيه جنبه ان شاء الله مش هتجلي منه. بيتها مفتوح 24 ساعة وربنا دايما يخليكي سبعة للخير مع الناس كلها ست الكل. حبيبي يا احمد. الطبية اللي انت بتعمليها برضو والعمليات اللي ربنا يجازيك خير اللي بتعمليها على نفعة الدولة. انا عارف الكلام ده ما تحبيش تتكلمي فيه بس انا حابب اوضح للناس برضو الخير اللي انت بتعمليه. حبيبي 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 شكرا على الكلام الجميل يا احمد اللي انت بتقوله ده. ربنا يخليك يا رب. والواحد مننا لازما ادم ربنا اكرمه ورزقه اللي هو يعمل حاجه جزئيه او يبقى في حته اللي احنا نقدر ان احنا نستغلها نعمل بيها حاجات كتيره. بشكرك يا احمد. واحمد ابني طبعا يا جماعه بشكرك. واحمد من الناس اللي جات في جمعيه ويركب الطوب اللي هو الرخامي ده الحراري على حسابه. قال لي يا ماما انا عامله معاك. من الناس اللي هي بتقف برضه معانا. وكفايه يا ريت كل الشباب تبقى عامله زيك يا احمد والطيبه والجدعانه والادب. ولازما كلنا اللي احنا نقدر اللي احنا قدام قديم ربنا اكرمنا اللي احنا معايا دكاتره جميله جدا 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 الله يبارك لهم اللي حطوا ايديهم في ايدينا وبيعملوا عمليات لناس غلابه كتير وبيقفوا واقفين معايا يعني الاسبوع اللي فات ده باللي قابلين نازلين 18 حاله 18 عمليه عاملينهم. ثقب في القلب عملناه صفرناه دي المنوفيه اتعمل لها سد في القلب. عملنا لطفل من الشرفه في الخاصيه بتاعته. دكاتره عظام دكاتره عيون بنعمل عمليات جميله. الحمد لله. فكل بيحب عسليه بيقف معاها بالخير يعني بيحط ايديه في ايديها بالخير. اللي بيقدر يعمل حاجه بيعمل. عملنا الجمعيه بتاعتي دي تعتبر مؤسسه طيب. للعالم كله مش منطقه الامام بس زي ما بنتكلم. انا شايفه طبعا نموذج مشرف كله حيويه وروح جميله يعني منسقه بتكتمل مع بعضها. النهارده احنا كنا بنتكلم لسه دلوقتي في حاجه بتربط ما بين الفن ما بين الانسان ما بين روح الحب والسلام. عمرنا ما هنكون فعلا شخصيات مميزه عمرنا ما هننتقي او نرتقي بنفسنا
إلا بأمور مميزة، ألا وهي العمل الخيري وحب الناس. طبعا أستاذنا الجميل، تقول إيه للفنان عمرو دياب النهاردة وإحنا شايفين يعني غلطة كبيرة حصلت، سواء كانت يعني متوقعة أو غير متوقعة، نقول له إيه النهاردة؟ يعني بحيث إن إحنا شايفين الناس زعلانة أو في غضب وزعل، وإحنا في فرحة عيد وكده عايزين نلغي بقى. قولنا إن شاء الله أنا أجيب الواد اللي هو اتضرب بقلم ده، وانت تيجي تبوس على دماغه قدام الناس وتقول له حقك عليا والموضوع هيعدي على خير وخلاص. ان شاء الله هو ده اللي احنا عايزينه، فرحه وتعدي، وعايزين طبعاً بجد نشوف فرحه. معلش علق على الحته دي، مش كل اللي ربنا اكرمه وبقي نجم وبقي حاجه اللي هو ربنا اداله اللي هو يستقلب اللي قدامه. حتى اللي قدامه دوت لو ايه ونفسه اللي هو يتصور جنبه هو اللي معليه. تمام. وهو ما جاش عالي، اي نجم عالي نجم طبعا النجوم بقى اللي هي تتعدي، نور الشريف، جماعه محمود عبد العزيز، الناس اللي هي القيمه وقامه، فاهمني؟ برضه معلمه احنا بنقع برضه في وقعه. طب ما ناس كتيره بتجينا لازم ما نكسبش الطبيعه بتاعتها. اكيد طبعا لازم يتصوروا معانا، يعني احنا الصوره تعمل ايه؟ احنا بيهم. صحيح. بيهم اي حد بيهم. بيهم وبننجح بالحب بيهم. بقى حب لو هو مش بيحبه مش هيجري عليه. صحيح. عشان يتصور معاه. صحيح. الحب بيعمل هو زي ما بتقولي شبه يعني. شوف انت حضرتك يعني يا استاذه سهام انت حبيتيني. صحيح. فمن حبك وكلامك معايا حبيتيني لما تكبرتيني. ممكن اكون مثل اعلى ليكي وغيرك 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 وغيرك. صحيح. اللي انت مثلا بيبقى معايا ده شيء يفرحني وشيء اللي احنا نعمله. لما انا مثلا على السنه انا بعمل شيء من النهارده، انا بعمل من سنين، من قبل الكلام ده كله من سنين، فربنا اكرمني. لو انا مش هستحق الحته دي مش هبقى فيها. ما مش عشان كده انا ناس كتيره بتيجي تصور معايا واللي يقعد معايا واللي مش مصدق على دماغي. انا اقل الناس. ده احنا النهارده بنكمل بقى رحله حب، نيجي بقى للطفله الجميله والموهبه العبقريه جنى وائل. جنى النهارده حبت تعرض معانا عرض مميز. كان جميل. عرض جميل. وقالت انا حابه اطلع معاكم النهارده في ليله العيد، ما قدرناش بقى نقول لها لا، عايزين نشوف العرض بتاع جنى. اتفضلي. Wanna stop. برافو برافو. جميل جميل جميل. طبعا كيف بشكر جنى وبشكر طبعا النجم الجميل استاذ مصطفى الديب شو، بشكر طبعا النجم الصغير شعبان عصام شعبان عبد الرحيم، وبشكر طبعا الاستاذ شعبان عبد الرحيم او عصام شعبان عبد الرحيم. جميل. بشكر حبيبتي النهارده الجميله اللي شاركتني اليوم النهارده وشاركتنا فرحتنا فرحه العيد المعلمه عسليه. كل سنه وحضرتك طيبه والامه الاسلاميه كلها طيبه يا رب وبخير. اسعدتونا واسعدنا لقائكم، وطبعا هنسيب الختام للمعلم. كل سنه طبعا والعالم كله وكل امه الاسلام
طيبة وكل العالم كان مسيحي أو مسلم طيبين، واجعلهم أيامهم بخير وبسعادة، والأمة بتاعتنا بخير كلها وفي ضمان، ونقول مصر بخير ومصر ولادة ومصر الزمن الجميل ومصر كل حاجة طبعا فيها حلوة وبمس على كل العالم كله. حبيبتي وكل سنة وانت طيبة وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله بإذن الله انتظرونا في حلقة جديدة بإذن الله ومميزة برضو، انتظرونا.